بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان التحضير للبكالوريا في مادة الرياضيات رقم 21، حيث سوف نتحدث من خلال هذا الفيديو عن طريقة أولر والتقريب التآلفي الخاص بسنة الثالثة ثانوي شعبة العلوم التجريبي والتقني الرياضي والرياضي. إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذن قلنا نتحدث عن طريقة أولر والتقريب التآلفي. لقد تحدثنا أبنائي عن التقريب التآلفي، وقلنا هو أن منحنى يصبح يتقارب إلى ماذا؟ إلى مماس. لاحظوا، ها هي العبارة التقريب التآلفي، تحدثنا عليه أنه F لX زائد H مع H، قلنا هو قيمة يعني تقترب من الصفر، يعني صفر فاصل. إذا مع H عدد حقيقي، لاحظوا جيدا، تساوي بالتقريب. إذا F لX زائد H، حيث H قيمة صغيرة جدا، يساوي نما بالتقريب F لX زائد H في F فتحة لX. هذا هو قانون التقريب التآلفي. معناه المنحني، ركزوا جيدا هنا، سوف أشرح هكذا حتى نفهم جيدا، أن المنحني إذا رسمنا منحني دالة هكذا، فيوجد في مكان معين أنه يوجد أن المماس والمنحني يكون يقتربان من بعضهم البعض، حتى نفهم جيدا. وعندنا سوف نتطرق الآن من خلال هذا التقريب التآلفي عن طريقة من طرق رسم المنحنيات، هي طريقة أولر. سوف نلاحظ هنا جيدا إلى تعريف. إذن عندنا طريقة أولر، لاحظوا جيدا وانتبهوا معي أرجوكم حتى تفهموا، ركزوا. قال تسمح طريقة أولر بإنشاء تمثيلات بيانية تقريبية لدالة F، لكن هذه الدالة F ماذا نعرف عنها؟ بمعرفة بالمشتقة اللي هي F فتحة ونقطة من هذا المنحنى اللي هي Y صفر يساوينا F فتحة لX صفر. إذن ركزوا جيدا، طريقة أولر تعتمد على ماذا؟ أنه لا نعرف عبارة الدالة، إنما نعرف مشتقتها ونعرف نقطة منها، نقطة انطلاق. قال ترتكز هذه الطريقة على التقريب، من هو التقريب؟ التآلفي للدالة، بحيث من أجل H قريب من الصفر لدينا. ها هي العلاقة التي كنت أشرح فيها، F لX صفر زائد H تساوينا بالتقريب F لX صفر زائد H في F فتحة لX صفر، حتى نفهم هنا الفكرة جيدا. إذن طريقة أولر نعلم من الدالة ماذا؟ نعلم مشتقتها ونقطة من منحنى. لاحظوا هنا وانتبهوا معي كيف تتم العملية. قال انطلاقا، إذن نتابع الآن، نتابع أبنائي كيف تتم عملية الرسم. قال انطلاقا من A صفر، اللي هي قلنا هذه هنا نقطة البداية التي نعلمها من هذا المنحنى، الدالة هذه A صفر ذات الإحداثية X صفر Y صفر، بحيث F فتحة لX صفر لا تساوي صفر، معنى المشتقة هنا في هذا المكان لا تساوي الصفر. ركزوا، ثم سوف نعطيكم تمرين شامل سوف نفهم به. قال ننشئ النقطة A واحد ذات الإحداثية X واحد Y واحد ذات الفاصلة، هذه A واحد ذات الفاصلة X واحد، التي X واحد ماذا تساوي؟ تساوي لنا X صفر زائد H، والتي لاحظوا نقطة نقطة، والتي تنتمي إلى المستقيم الذي معامل توجيهه A فتحة لX صفر والمار من A صفر. وبالتالي سوف نظهر كل شيء، يعني لا تتعجلوا في هذا الأمر. قال فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا Y واحد يساوي لنا F لX واحد يعني X صفر، Y واحد يساوي لنا F لX صفر زائد H في F فتحة لX صفر. وبما أن F لX صفر زائد H تساوينا دائما بتقريب تألف تساوينا F لX صفر زائد H في F فتحة لX صفر، لاحظوا وانتبهوا معي نقطة نقطة أبنائي. إذن هكذا دواليك حتى نصل إلى، من أجل ماذا؟ من أجل H قريب من الصفر، فإن A واحد اللي هي X واحد Y واحد قريبة من CF منحنى F، لاحظوا نقطة نقطة، وبعدها سوف نكمل. لاحظوا لاحظوا معي أبنائي نقطة نقطة. قال بنفس الطريقة يمكن إنشاء انطلاقا من A1 النقطة A2 ذات الإحداثيات X1 زائد H، H قيمة دائما صغيرة، وF لX1 زائد H في F فتحة لX1، معناها النقطة
اثنان ذات الإحداثية اكس اثنان وإجراك اثنان، حيث اكس اثنان، لاحظوا اكس هنا اثنان تساوي هنا اكس واحد زائد اش، لاحظوا جيدا. وهكذا دواليك تتم العملية أبنائي، وهكذا يمكن على التوالي إنشاء كم من نقطة؟ ان نقطة. لاحظوا ان ذات الإحداثية اكس ان إجراك ان، حيث ماذا؟ اكس ان تساوي لنا اكس ان ناقص واحد زائد اش، يعني كل نقطة إذا وضعنا هنا 10 هنا تكون اكس 9 زائد اش، إذا وضعنا هنا 100 تصبح لنا اكس 99 زائد اش، حيث اش قلنا هي قيمة صغيرة جدا تقترب إلى الصفر. فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا ها هو الأمر الذي سوف نتحصل عليه. قال وماذا؟ و إيكغيك أن يساوي لنا إف لي إكس أن ناقص واحد زائد أش في إف فتحة لي إكس أن ناقص واحد، مع أن هذا يكون ينطلق من الواحد فما فوق، بربط النقاط أ صفر أ واحد أ اثنان إلى غاية أ أن نحصل على تمثيل بياني تقريبي لي إف، ليس إف لكن تقريبي، مرتبط باختيار أش الذي يسمى الخطوة، ونحصل على أكثر دقة كلما كانت أش أقرب مثلا من الصفر. مثلا إذا أخذنا أش، ركزوا، أش يساوي لنا 0.2، وعندنا أش مثلا نأخذه 0.1، الدقة تكون في هذه. وها هو هنا عندنا المثال، لاحظوا ها هو أمامكم، انظروا ها هي إكس مثلا أ واحد أ صفر، هنا أ واحد أ اثنان أ ثلاثة أ أربعة، لاحظوا هذا منحنى تقريبي وهذا هو المنحنى الحقيقي، لكن نحن هذا كلما كان يعني الخطوة صغيرة، كلما كانت الخطوة صغيرة أبنائي لاحظوا جيدا، مثلا الخطوة هكذا وهكذا 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 يكون يقترب إلى المنحنى هذا، هذه تسمى طريقة من طرق رسم المنحنيات، إنها طريقة أولر. ها هي ذا قطعة مستقيمة، ثم هنا قطعة، ثم هنا قطعة، ثم هنا قطعة. هذا يسمى، لاحظوا في هذا المكان يكون إكس صفر وإف لي إكس صفر، هنا هذا يسمى إكس واحد، حيث إكس واحد قلنا هو إكس صفر زائد أش يعني زائد الخطوة، وهنا تصبح لنا إف لمن؟ لي إكس واحد، وهكذا دواليك. فالآن بعدما يعني لاحظتم هذه الطريقة قلت تسمى طريقة أولر لرسم منحنيات بطريقة تقريبية. إذن حتى نلخص الأمور، ما نحتاجه في طريقة أولر نحتاج مشتقة الدالة ونقطة من المنحنى. إذن وبعدها أبنائي سوف نأتي إلى مثال تطبيقي سوف تدعمون الفكرة إن شاء الله. وهو عندنا التمرين التطبيقي، قال F دالة قابلة للاشتقاق على المجال من ناقص واحد إلى واحد B، حيث أعطيت لنا، انظروا مثل ما قلت لكم، F لـ X F لـ 0 تساوي لنا واحد، و F فتحة لإكس تساوي لنا جذر واحد ناقص إكس مربع، مثل ما ذكرت هنا بيانية تقريبية للدالة F بمعرفة F فتحة، ها هي F فتحة، وعندنا كذلك و إيكغيك صفر تساوي لنا F فتحة F لإكس صفر، ها هي أمامكم F لإكس صفر تساوي لنا كم؟ واحد، معناه هذا يمثل إكس صفر وهذا يمثل إيكغيك صفر وها هي F فتحة. قال باستعمال طريقة أولر وبخطوة، هذه الخطوة هي الأش، أنشئ تمثيلا بيانيا تقريبيا لي سي إف أو لي سي منحنى الدالة إف على المجال من صفر إلى واحد. هنا أبنائي قبل كل شيء لو نأتي الآن ونقوم برسم معلم هكذا ونقوم نعطي لكم الخطوات، لاحظوا جيدا، إذا قلنا هنا كم؟ هنا عندنا صفر، هنا يصبح لنا كم؟ 0.2، هنا كم؟ 0.4، هنا كم؟ 0.6، وهنا كم؟ 0.8، وهنا 1. هو يريد منا من هذا المكان إلى هذا المكان هكذا. إذا لاحظوا جيدا أبنائي كيف تتم العملية، سوف أنا أولا نقوم بحساب صور هذه الخطوات، يعني صور 0.2، 0.4، 0.6، 0.8 و 0.1 هكذا. انتبهوا أرجوكم، نأتي أولا بهذه العبارة، قلنا الأمر متعلق بطريقة باستعمال التقريب التآلفي، قاعدة التقريب التآلفي. فماذا تقول القاعدة؟ أولا لاحظوا جيدا، ننطلق رويدا رويدا أبنائي، أولا أعطي لنا F لصفر كم؟ أعطيت لنا واحد. الآن
نأتي إلى ماذا؟ إلى إف. هنا إذا قلنا صفر الآش يصبح لنا 0.2، فتصبح لنا إف لصفر، ركزوا، زائد آش في إف فتحة لصفر. لم أفعل شيء، انتبهوا معي. يقول أحدكم لا بفهم، انتبهوا. أولا قلنا إف لصفر تساوينا واحد، يعني الانطلاق إف يعني هنا صفر، هنا أعطينا إكس صفر، هذا هنا هو الإكس صفر حتى نفهم جيدا. فتصبح لنا هكذا إف لصفر زائد صفر اثنان هو إف ل إف لصفر فاصل اثنان تساوينا بالتقريب إف لصفر. إف لصفر ها هي أمامكم، كم؟ إنها إذا نعود نعيد كتابتها، إف لصفر زائد آش اللي هو كم؟ الآش ها هو أمامكم، انظروا، ها هو الآش اللي هو صفر اثنان، إذا صفر اثنان في إف فتحة لمن؟ إف فتحة لصفر. إف فتحة ها هي أمامكم، عوضوا الآن هنا بصفر وهنا بصفر، فتصبح لنا إف لصفر فاصل اثنان يساوي بالتقريب هكذا إف لصفر، انظروا ها هي إف لصفر، إنها كم؟ إنها واحد زائد صفر فاصل اثنان في إف فتحة لصفر، عوضوا هنا بإف فتحة لصفر، كم نجد جذره؟ نجد في هذا المكان جذر واحد، جذر واحد كم؟ إنه واحد، تصبح لنا هكذا في واحد، فتصبح لنا بالتقريب كم؟ صفر عفوا واحد، أعتذر، 1.20. إذا صورة صفر فاصل اثنان هو 1.20. ثم بعدها نأتي بنفس الخطة الآن لنحسب صورة الأربعة، صفر فاصل أربعة، إف لصفر فاصل أربعة تصبح تساوي، ركزوا جيدا هنا بالتقريب، دائما نحن في أمور تقريبية، لاحظوا. إذا هنا دائما مثل ما ذكرنا في الأول هنا في الشرح، ركزوا جيدا، أنه إذا رسمت، لاحظوا ها هي القاعدة، أو ها هي القاعدة كذلك، أن Y واحد قلنا يساوينا F لX صفر زائد H في F فتحة لX صفر. لو نأتي الآن إلى النقطة التي بعدها ركزوا كيف تصبح، لاحظوا، لاحظتم أن A اثنان تساوينا X واحد زائد H، يعني لما نعود إلى هنا في هذه الأمكنة، إذا وضعنا هنا صفر فاصل اثنان كم نضيف لها؟ نضيف لها الخطوة اللي هي صفر فاصل اثنان، كم تعطي لكم؟ تعطينا 0.4، ها هي أمامكم، يعني هذا يبني هذا، تصبح لنا هنا 0.2 وهنا 0.2، فتصبح لنا بالتقريب هكذا، تصبح لنا إف ل 0.2 زائد الآش، قلنا دائما هي قيمة ثابتة الخطوة اللي هي 0.2 في إف فتحة ل 0.2، فتصبح لنا إف ل 0.4 بالتقريب دائما تساوي لنا إف ل 0.2، ها هي قيمتها، لاحظتم؟ إذا تصبح لنا 1.2 زائد ماذا؟ 0.2 في جذر كم؟ في جذر، عوضوا الآن في المشتقة، والمشتقة قد أعطيت لنا هنا ب 0.2 وهنا 0.2 لكن بالتربيع أكيد، يعني تصبح لنا 1 ناقص 0.2 الكل مربع، تصبح إف ل 0.4 بعدما نكمل يعني الحساب بالتقريب تعطينا 1.4، هذا فيما يخص التي بعدها، يعني بلغة زيل هذا يبني هذا، لا يمكن أن نكمل، لا يمكن أن نحسب إف ل 0.4 إلا إذا مررنا على إف ل 0.2 ثم بعدها نكمل المسار. لاحظوا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلم. الآن نأتي إلى صورة 0.6، 0.6 كيف تصبح لنا؟ أليس هو 0.4 زائد آش اللي هو الآش قلنا هو 0.2 وهنا 0.4 وهنا 0.4 والآش قلنا هو 0.2، تصبح لنا إف ل 0.6 بالتقريب يساوي لنا إف ل 0.4 زائد الخطوة اللي هي 0.2 في إف فتحة ل 0.4، ونحن قلنا أنه إف فتحة ل إكس قد أعطيت لنا هي جذر 1 ناقص x مربع، لاحظوا وانتبهوا معي، فتصبح لنا إف ل 0.6 بالتقريب يساوي إف ل 0.4، ها هي صورتها، كم؟
إنها 1.4 زائد 0.2 في آف فتحة لـ 0.4، عوضوا هنا بـ 0.4 الكل مربع، الكل مربع ماذا تعطي لنا؟ إذا نعوض في هذا نكتبها اللي هي الجذر 1 - 0.4 مربع، فتصبح لنا كم بعدما نحسب؟ تصبح لنا اف ل 0.6 صورتها كم؟ ركزوا معي ابنائي نقطه نقطه كي نتعلم. اذا تصبح لنا 1.74 دائما، لكن قلت هي قيم تقريبيه هكذا. بعدما اكملنا مع هذا الجزء ناتي الان الى الجزء الاخر الى 0.8، تصبح لنا اف ل 0.8 تساوي لنا كم؟ نعوض هنا ب 6 وهنا ب 6 وهنا ب 6، يعني 0.6. تصبح لنا كم؟ تصبح لنا اف لمن؟ 0.6 زائد 0.2 اللي هو الخطوه في اف فتحه لمن؟ ل 0.6. فبعدما نعوض تصبح لنا اف ل 0 هنا دائما بالتقريب قيم تقريبيه. اف ل 0.8 تصبح بالتقريب، يعني بعدما نعوض هنا في المشتقة ب 0.6 مربع، فتصبح لنا بعدما نحسب لاحظوا تصبح لنا 1. نتابع إذا لاحظوا جيدا، إلا أن هنا حدث خطأ هنا، يعني بعدما نحسب أعذروني اللي هي اف ل 0.6 نجدها هنا أعتذر 1.58، أعتذر أبنائي أرجوكم لهذا الخطأ الحسابي، إلا أنه وهنا قلت صورة اف ل 0.8 بعد الحساب نجدها 1.74، أعتذر على هذا الخطأ. ثم بعدها نأتي الآن إلى الحالة الأخيرة اللي هي اف ل 1، يعني صورة الواحد تصبح لنا اف لمن؟ ل 0.8 زائد 0.2 في اف فتحة ل 0.8. بعدما أن نجري الحساب والتعويض في المشتقة، فلأن هذه نأتي بها إلى هنا و 0.8 نعوض بها في هذا المكان، تصبح لنا اف لواحد دائما قيم تقريبية، أعذروني هنا دائما قيم تقريبية، تصبح تساوي بالتقريب كم يا أبنائي؟ لاحظوا نقطة نقطة كي نتعلم، إذا تصبح لنا 1.86، إذا 1.86. ويمكن الآن أن نلخص هذا الأمور كليا هنا في هذا الجدول، لاحظوا ها هو الجدول عندنا، نكتب هنا هكذا، لاحظوا نقطة نقطة كي نتعلم. إذا نكتب هنا إكس، هنا إكس، وهنا إف لإكس. أولا عندنا صورة صفر قلنا هي 1 أعطيت لنا في الدالة، في نص الدالة ها هو في نص التمرين أعطي لنا هذا الكلام، ها هي إف ل 0 كم؟ إنها 1، لم أفعل شيء. ثم عندنا صورة 0.2 هي 1.20، ثم صورة 0.4 إنها 1.4، ثم عندنا 0.6 عفوا قلت 0.6 إنها 1.58، ثم عندنا 0.8 إنها 1.74، ثم عندنا صورة الواحد وجدناها 1.86. الآن ها قد يعني ملأنا هذا الجدول بالقيم التقريبية. بعدما أكملنا هذا نأتي الآن بعدها إلى تعيين النقاط، معناه هذه إذا سميناها أ 0، هذه أ 1، هذه أ 2، وهذه أ 3، وهذه أ 4، وهذه أ 5، يعني هكذا حتى نفهم جيدا. نأتي بهذه القيم ونذهب إلى المعلم ونقوم بتعيينهم لكي نتحصل على منحنى تقريبي للدالة F. نأتي الآن إلى رسم المنحنى، لاحظوا هنا اخترت ها هي هنا محور الفواصل وهنا محور التراتيب، هنا الخطوة كل سنتيمتر يمثل 0.1 وهنا كل سنتيمتر يمثل لنا 0.2. أولا ننطلق بالنقطة A0 اللي هي نقطة بداية، لاحظوا جيدا A0 الإكس 0 ها هو 0 والإكراك 1، إذا هنا في هذا المكان هنا نسمي A كم؟ 0 بداية. ثم عندنا النقطة التي بعدها A1 0.2 مع ماذا؟ لاحظوا مع 1.20، معناتها كلنا في هذا المكان هنا A
واحد. لاحظوا نقطة نقطة، حيث هذا من هنا إلى هنا هذا الميل، سوف أشرح جيدا، هذا الميل هو الذي يعطى لنا ليمثل لنا F فتحة لX، يعني الميل هو دائما يمثل معامل توجيه ذلك المستقيم حتى نفهم جيدا. إذن هنا في طريقة أولر ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى ميل، هذا يسمى الميل الذي يعطى لنا، ونحتاج إلى نقطة بداية من المنحني فقط. لاحظوا جيدا، ثم عندنا النقطة التي بعدها كذلك إنها 0.4 مع 1.4، يعني هذا هكذا مع هذا يعطي لنا هنا، فنتحصل على النقطة في هذا المكان A ماذا؟ 2. ثم عندنا النقطة التي بعدها 0.6 مع ماذا؟ مع 1.58، يعني بالتقريب في هذا المكان هنا A 3. ثم عندنا النقطة التي بعدها 0.8 مع 1.74، يعني بالتقريب في هذا المكان هنا A 4. ثم عندنا A 5 اللي هي النهاية اللي هي مع 1.68 بالتقريب، تكون A هنا A 5. ثم ماذا تقول القاعدة؟ نربط ما بين هذه النقط، نربط هكذا هكذا أبنائي، لاحظ لاحظتم هكذا يكون الأمر، لاحظ هكذا يكون، يعني عبارة عن قطع مستقيمة. هذه القطع المستقيمة يعني تقترب، تقول قاعدة كلما كانت هذه الخطوة، هذه من هنا لاحظوا جيدا، هذه آش صغيرة، كلما المنحنى كان أكثر دقة وأكثر اقتراب إلى منحنى الدالة F. لاحظوا معناه لو كانت الآش صغيرة جدا، مثلا هنا المنحنى في أصله، لو قلنا مثلا في أصله، يعني لو علمت الدالة أكيد سوف يكون على شكل منحنى، أما لما يأتي على شكل هذه الخطوات يكون مثل قطع مستقيمة، هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا. كلما كانت هذه القطع المستقيمة صغيرة، كلما اقتربنا إلى حقيقة ذلك منحنى الدالة، وكلما كانت الخطوة كبيرة، هذه الخطوة كبيرة جدا، كلما كان المنحنى مثلا، إذا كان المنحنى هكذا يكون هذا يقترب إليه هكذا، وكلما كانت هذه الخطوة صغيرة جدا يكون نكون نقترب إلى المنحنى الحقيقي للدالة F. وفيها هذه تستعمل في إنشاءات هندسية، من بينها مثلا لرسم مثلا قبة المسجد، هذه قبة المسجد يعني هو شكله دائري، لكن يعني نرسمه يعني لما يبنى بالآجور، فكلما كانت قطع الآجور صغيرة كلما اقتربت أن تكون يعني شكلها دائري، حتى نفهم الفكرة من هذا التقريبات أو تقريب أو طريقة أولر في استعمال التقريبات التآلفية لرسم ماذا؟ منحنيات بقيم تقريبية فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم وأخذتم يعني زبدة هذا الدرس، وفي الأخير لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الأم الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.